طيب قولوا لي، طيب من نجوم المغرب في كل مشوار كاس العالم ياسين بونو، والناس كلها بتتكلم ياسين رايح لارقام جديده مع منتخب المغرب. رايح لارقام جديده، النهارده هو قادر يصنع الفارق بشكل كبير جدا جدا. كابتن يونس قطايا مدرب حراس الوداد المغربي، كابتن مساء الخير. مساء استاذ سيف داير. كابتن بتشرف بانضمام حضرتك لينا، والف مبروك، والف مبروك لاكتشافك لياسين بونو في 2006، وده اللي شفناه النهارده. الف مبروك لاكتشافك للحارس الثاني ايضا في منتخب المغرب التكناوتي، ولكن النهارده الحقيقه بونو قادر ان هو يصنع الفارق مع منتخب المغرب، ودور كبير لحضرتك في هذه المساله. الحمد لله، إلا كان المغاربة كانوا فرحانين فأنا الفرحة ديالي لا توصف اليوم، لأنه واحد من التلامذ اللي كانوا عندنا في أكاديمية حراس مرمى فريق نادي الوداد الرياضي يوصل اليوم العالمية، ولكن ماشي غير بشكل سهل. ياسين بونو اليوم والمنتخب الوطني المغربي، وحنا كاملين كنقولوا مبروك، مبروك للمنتخب الوطني، مبروك للشعب المغربي، مبروك للشعوب العربية في المكان، مبروك للشعوب الإفريقية كاملة. هذا فقط ماشي إنجاز مغربي، ولكن إنجاز عربي إفريقي اللي الحمد لله وصلنا به، وفقط ما هذه إلا البداية كيف ما كيقول سي وليد الركراكي. هل من وجهة نظرك ان ياسين بونو هل يخش في منافسة للأفضل في هذه البطولة؟ بدون أي منازع، اليوم ياسين بونو ماشي غير اليوم هو أحسن حارس مرمى على الصعيد العالمي، وقبل منها كان من أفضل حراس المرمى على المستوى الأوروبي. ياسين بونو خد أحسن الجوائز على المستوى الدولي، ورشحاته مجلة فرونس فوتبول باش يكون واحد من احسن حراس مرمى في العالم. فهذا شرف لينا كاملين، شرف لي لان كنت من الناس اللي ساهموا في واحد القصه في سنوات التدرج ديال التكوين ديال ياسين بونو. اسمح لي استاذ سيف باش نقول بان بغيت نشكر كثير اليوم المؤثرين اللي اشتغلوا في أكاديمية حراس مرمى فريق الوداد البيضاوي، منهم السي البداوي الله يشافيه، منهم السي غنامي الله يطول في عمره، منهم يونس شليح، منهم السي ياشين الخالدي الله يرحمه. هادو ناس اللي كنا كنشتغلوا كاملين في فريق واحد في داخل أكاديمية نادي الوداد الرياضي، وأنا كنت كمشرف عام على حراس مرمى من الفريق الاول حتى الفرق الصغرى. كانت هاد التكوين من 2006 ل 2009، وما نساوش بانها من الاشياء المهمه اللي كتساهم في التكوين، انك ما كتكونش كتكون لاعب ولا كتكون حارس، ولكن في الهم الاول اللي كيكون عندنا هو ان كان عندنا كنكونوا رجال المستقبل. يمكن له يكون حارس كبير، ولكن الا ما كانش حارس غيكون مدرب كبير، وهذا هي المهمه الاولى اللي خصها تكون عند اي مكون لا افريقيا ولا عربيا. هذا مهم جدا بالنسبه للتكوين، والحمد لله احنا لمسناه، لان في 2006 2009 اشتغلت في فرق اخرى، ولكن بقى ذاك الحماس والتوهج اللي كنا شفناه مع الحراس المرمى اللي كنت كنشتغل معاهم. هل كنت تتوقع ان بونو يبقى في اللحظه دي في التوقيت ده؟ هل كنت تتوقع مره ان هو يكون الحارس الاساسي لمنتخب المغرب في الدور قبل النهائي لكاس العالم؟ قبل ما نتكلم يا استاذ سيف، هو الناس ما كيعرفوش كثير بان سنه 2012 ياسين بونو تمت المنادات عليه من طرف المنتخب الكندي، ورفض انه يمشي مع المنتخب الكندي، لانه بالنسبه ليه كان الحلم ديالو انه مادام تدرج في جميع الفئات ديال المنتخبات الوطنيه انه يكمل كحارس مرمى في المنتخب الوطني. وهذا الشيء يثلج الصدر
لان في التكوين كنرجع باش نقول في التكوين ماشي فقط ليس فقط تكوين كروي ولا تكوين رياضي ولكن تكوين على المبادئ والمبادئ اللي كياخذها في الملعب اي حارس مرمى ولا اي لاعب كتكون عندنا مجموعه المبادئ اللي خصنا نبداو فيهم واللي كنا كنشتغلوا عليهم باش يوصل تكون عنده ياسين بونو اللي كي راه عانى الشيء الكثير باش يوصل اللي وصل ليه الطريق لم تكن ابدا مفروشه بالورود فمن بعد ما حقق الحلم انه يكون في ويحبس الفريق الوداد كحارس رسمي لفريق الوداد البيضاوي راه كان في دكه البدلاء مده واحد سنه ونصف وراء شخص كبير اللي هو نادر المياغري اللي كنعرفوه كان في الاوج ديالو ومن بعد ما خد الرسميه ديالو ياسين بونو وانتقل للدوري الاوروبي ما كانتش ابدا المسيره سهله فكان في دكه البدلاء الصبر عانى ولكن كيف ما كنقولوا بالمثابره بالعزيمه بالالتزام وهذا مهم لا ديسيبلين الالتزام انك تلتزم بان غضبك توصل لواحد المساله فاخ زهير تيقني بان ياسين وصل لهذا الشيء اللي وصل ليه ومازال غادي يعطي اكثر من هذا الشيء اللي كاين الا شفتوا المقابلات كاملين غتقول بان ياسين بونو هو انسان هادئ بطبعه ولكن اللي ما كنشوفوش واللي ما كان ربما لان الجماهير كتتابع في المقابلات على الشاشه التلفاز واللي ما كنشوفوش هو اول شخص يوجه الأصدقاء ديالو واللاعبين فهو بونو ياسين وكيعاونهم كيكون هو وراء هذه التجربة الفريدة ياسين بونو بالنسبة لي كامل النضج وما زال غادي يعطي إن شاء الله في المقابلات الجاية لا مع المنتخب الوطني ولا في السيتي الفريق اللي كيلعب فيه أنا بغيت بين قوسين بغيت نشيب باستحامي دوجدي لان كنا تكلمنا كثير هاد الايام قبل وكان عنده شغف كبير بالمنتخب الوطني وكان كيقول لي بان اليوم غنفوزوا فتحيه لجميع الجماهير العربيه المغربيه هذا شرف لينا هذا شرف الاطار الوطني المغربي شرف الاطار العربي لان هذه واحد كيف ما كنقولوا تشريف ولكن في حد ذاته تكليف لكل شخص كيشتغل ماشي فقط في كره القدم باش يوجد واحد حامد وجدي عمل ايه؟ حامد وجدي من الناس اللي ملي كنت كنتكلم معاه كيقول لي اليوم انتم المغرب غتفوز وحنا مع المغرب وهذا كيفرح لان حامد وجدي الحمد لله حامد ملك التوقعات عندنا وهذا شرف انا كنقول بان هذا شرف لجميع العرب لجميع الافارقه باش نامنوا بالقدرات ديالنا المقوله كابتن هل حصل اتصال بينك وبين بونو؟ اي كان اتصالات قبل من المونديال بطبيعه الحال ولكن في المونديال كنحس بان هذا داخل في واحد كيف ما كنقولوا في ميسيون هدف ميسيو باللغه العربيه هي واحد المهمه عنده مهمه ما خصوش يكون اي تشويش عنده العائله ديالو ولا الكوتش سير غريغي اللي كنوجه ليه التحيه من هذا المنبر ديالكم هل حضرتك كنت تتوقع الجميع الحياه بيشيد بالركراكي مدير فني وطني كبير هل في حاله وحيد كان ممكن المنتخب يأدي بنفس النتيجه مقولة غنبدا بمقولة مطرب الحي لا يطرب هي أول حاجة اليوم المنتخب الوطني والجامعة الوطنية لكرة القدم والسي وليد الركراكي على رأس هذا الإنجاز حقق وضحض هاد المقولة فملي كان نكونوا غادي نروح باش للعب على مستوى كبير كالمنتخب كأس العالم فملي كتتكلم على منتخب عربي كيف ما كان ولا افريقي لا يمكن تخيل ما وصلنا اليه اليوم
هذه حقيقة لا يمكن تجاوزها، لأن عندنا واحد مركب نقص. من اللي كيكون عند مركب نقص وكتكون لازم كتقلب على واحد التوهج، واحد كيف ما كنسميوها واحد الدافعية. اليوم الدافعية لقيناها مع وليد الركراكي اللي آمن بالقدرات ديالو، مآمن بكل شخص عنده داخل المجموعة. فمن اللي كيتكلم وليد الركراكي على اللاعبين كيقول لك اللاعبين اللي قاموا، وحنا باقيين في مقدمة المشوار. مفهوم يا شباب. مفهوم عند حضرتك حق. يعني وليد الركراكي الحقيقه يستحق التحيه ويستحق النجاح. قدر ان هو يدي فعلا المنتخب المغربي الدافع، وقدر يامن بقدراتهم، وقدر يصرح تصريحات العالم كله يتحدث عنها. تتوقع حصول المنتخب المغربي على كاس العالم؟ اليوم ما عندنا غير نحلموا. اليوم من المغرب ان شاء الله في الفاينل، وان شاء الله ناخذ كاس العالم. بغيت نوجه تحيه بالمنبر ديالك الى سمحتي لي سيف. استاذ سيف، المجموعه الحراس اللي كانوا الحراس المصريين عصام الحضري، اكرامي، ثابت البطل، احمد شوبير، حسن عرابي، حسن علي، عادل الهيكل، هادو مجموعه ديال حراس المرمى اللي كنوجه لهم تحيه من المنبر ديالكم، اللي طبعوا بكل صدق طبعوا المسار كره القدم العربيه. اليوم اذا كنشوفوا بونو فهو ماشي فقط حارس مرمى عربي افريقي، هذا مغربي، ولكن كيبين لاي لاعب لاي واحد باغي يوصل لواحد الهدف كيقلب عليه. فيمكننا كنقولوا بان ها هو البروفايل اللي غادي نوصلوا ليه، كيف ما دارها وليد الركراكي بالاطار العربي وكنشيد عليها. فاليوم الاطار العربي لازم تعطاه الفرصه، اعطيه الفرصه الاطار العربي، لان عنده من الامكانيات اللي ما عندش. يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. بشكرك يا كابتن، والف مبروك، والف مبروك للمنتخب المغربي، وان شاء الله باذن الله المنتخب المغربي في النهائي، وان شاء الله باذن الله المنتخب المغربي لابعد نقطه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن يونس قطايا.